كلمتان مع زكي حسنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إكسبو هو معرض دولي ضخم يتم تنظيمه كل 5 سنوات في أحد مدن العالم، ويعتبروه ثالث أهم حدث عالمي من حيث الصدى الاقتصادي بعد كأس العالم والألعاب الأولمبية. شاركت المملكة ولله الحمد بنجاح في معرض إكسبو 2020 دبي بطاقم جميل من الشباب والشابات السعوديين بجناح كبير يعتبر أكبر جناح بعد دولة الأمارات العربية المتحدة المستضيفة للمعرض. الحمد لله سجلت 3 أرقام قياسية في موسوعة جينيس. زار الجناح أكثر من 30% من زوار المعرض بنجاح غير مسبوق ولله الحمد. واستمرارا لهذا النجاح تقدمت السعودية بطلب استضافة معرض إكسبو 2030 بشعار حقبة التغيير المضيء بكوكبنا نحو استشراف المستقبل، لأن المملكة العربية السعودية بإمكانياتها الكبيرة ولله الحمد قادرة على تقديم نسخة استثنائية تلهم العالم وتعرف على سعودية الماضي والحاضر والمستقبل، بالتزامن مع احتفالاتها بإذن الله بتحقيق مستهدفات رؤية 2030 بإذن الله. خلصت الكلمتين مني أنا زكي حسنين. كنتم مع كلمتان مع زكي حسنين.